الآن مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح مي. النهارده حلقه الثلاث 18/8/2020 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما بنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره، دايما في حلقاتنا بنقدم كل ما بيدور من احداث حوالينا، يعني بيبقى معانا اخبار للشان الداخلي وايضا بيبقى معانا بعض الاخبار للشان الخارجي. طبعا في الاول وفي الاخر احنا دايما ماشيين هذه الفتره يعني في ظل جائحه كورونا، احنا ماشيين بالاجراءات الاحترازيه بتاعتنا علشان نحافظ على انفسنا وعلى اسرنا وعلى كل اللي بنتعامل معاهم في يومنا. مشاهدينا كمان هيكون معانا النهارده فقره للصحافه، هيكون معانا ويناقشنا ويحلل معانا المنشطات اليوميه النهارده الاستاذ عبد السلام فاروق الكاتب الصحفي. كمان مشاهدينا هيكون معانا النهارده الفقره الثانيه هنتكلم عن ظاهرة الأطفال بلا مأوى. طبعا حضراتكم عارفين أن هذه الظاهرة انتشرت جدا في السنوات الأخيرة، وطبعا دي بتمثل عبء كبير جدا على الدولة، وطبعا يعني غير أن هي بتمثل هذا العبء طبعا الأطفال دول من حقهم أن هم يعيشوا حياة كريمة. فالنهاردة احنا هنتكلم عن هذا الموضوع أكتر باستفاضة، هيكلمنا ويشرفنا ويتكلم معنا في هذا الموضوع الأستاذ حازم الملاح المتحدث الإعلامي للبرنامج القومي أطفال وكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مي، خليكم معنا.